ميت مرة قلت لهم بس يجوا لهون ما يزمروا وما كان يفهموا علي. يلا قوم لا تخليهم يستنوا كتير. معك حق والله أنا تعبت. خلينا نشوف الشباب ونمشي. ماشي. مع السلامة يا أستاذ. مع السلامة. يعطيك العافية مدام. الله يعافيك. سعدي هدول لشي زبون؟ هلا البيت. ما يكونوا قلال. من تبرهم. أستاذ حسن. حاضر أستاذ. بكرة اتصل بيوسف قل له يكتر السمكات شوي وقل له يكبرهم كمان. على عيني وراسي. وقل له يجيبهم تازة ما بدنا بايت. شو ها؟ بس شو إذا سمحت أستاذ؟ روح حبيبي روح. الله معك. يعطيك العافية. أسبوع على خير يا شباب. نشوفكم بكرة. أهلي أحمي. ربي يسلمون. عزبتك. سلام. بدك شي حبيب؟ أستاذ أكرم بدك شي مني؟ مع السلامة. بكرة بكر عنا شغل منيح. على عيني. مهون إن شاء الله. حبيبي كم مرة قلت لك كب الخبز لحال والزبالة لحال؟ ما بيصير تكب الخبز مع الزبالة. هاي نعمة الله يا ابني. يلا روح. أستاذ أحمد لا تنسى تأخذ معك أكل على البيت. يسلموا هاليدين. الله يبارك فيك. أعطيكم العافية. مع السلامة أستاذ. مدام شهناز استني شوي. ليش ما أخذتي شي معك على البيت؟ شكرا أستاذ ما بدي شي. ليش ما عندك ضيوف؟ خدي لشوف. لا أستاذ ببقى بساوي لهم شي بالبيت. هلأ مو ضروري تساوي لهم شي. وبدال هالحكي انتبهي ولا تشتغلي بالمطبخ من دون كفوف لأنه ما بيصير وما عنا حدا يزعل من التاني. الله معك. كتر خيرك أستاذ. مع السلامة. الله يعطيكم عافية جميعا ويسلموا إيديكم. سلام. تصبح على خير يا أستاذ. أهلي. يعطيك العافية موسى. لا تنسى تسلم لي على أمك. تعبان كتير وجاي على بالي نام. إيه مبلا كلنا تعبنا. مرحبا يعطيكم العافية. أهلين. يا هلا. أهلين. نمشي. مرحبا أختي كيفك صهري كيفكن؟ شو خناقة مرة تانية؟ سألي ولادك شافوا بعينهم. أبوك هو اللي بلش. ماشي يلا نروح. شو بدي قلك؟ شو رأيك نروح نشوف البيت؟ هلأ بنص الليل بدك تشوفي؟ خليها لبكرة. طلعي يلا. ايه انت بتأمر ونحن مننفذ. نمشي؟ يلا. انت شو رأيك عجبك؟ شو؟ هو هلأ منيح بس ما بعرف نقدر نشتري؟ اتركها علي أنا رح أتصرف. والله إنه بيتي منيح بس حاسسته كبير علي شوي. تعرفوا أنا وحدانية. يا لازم ربي لي شي كلب يا جيب خدامة تونسني. أيام زمان كانت تسمع صوت ضحكات الأولاد الصغار هون. أما اليوم يا حصرتي كل واحد صار بديرة. إن شاء الله وين ما بيكونوا بيعيشوا مبسوطين. يسلمك ربي. شو رأيك؟ والله شايف إنه هالبيت عاجبك كتير. ماني عارفان شو بدي أقول لك. لكان رح نشتري.
إن شاء الله. نحن رح نشتري البيت. الله يبارك لكم فيه. أستاذ أكرم، إن شاء الله مبروك. يلا تفضلوا لنروح. تفضلوا تفضلوا. تفضلي يا حجة. ألو؟ أهلين، كيفك؟ لا أنا بمكان تاني. الساعة 10 بوصل. إيه تعي لهنيك. لا خلينا بالأول نعرف شو بدنا نساوي. أنا الساعة 10 بالضبط بكون بالمطعم. ماشي يلا باي. شو مين؟ يلا بعدين منحكي. يلا يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. إن شاء الله ألف مبروك. أهلا وسهلا. طيب بتحب نوصلك؟ لا سيارتي قريبة. يلا فرصة سعيدة يا أستاذ. تشرفنا بمعرفتك. حجي أنا بحاكيكي مشان نظبط وراء طيب الطابق. طيب وأنا رح أنتظر اتصالك. مبروك حجي. مع السلامة. قديش فرحانة. مع السلامة. خلص معناها انت خبري سعيد انه نحن رحنا. ماشي ماشي. مرحبا. مرحبا، صباح الخير. صباح النور. شو رايحه؟ ايه رايحين انا وساره، ورح ناخذ السياره مشان توصلني على الجامعه. بعدين رح تروح ساره شي على المطعم؟ ما بعرف بس ما بظن، لانه لازم تروح مع رفقاتنا على المطار يستقبلوا ملك. مين ملك؟ لك هي رفيقتهم يلي راحت تدرس بفرنسا. شبك اليوم راجعه. يلا باي. اوكي الله معك. ما قلنا الفطور. ها مع السلامة. الله يسلمك. مرحبا استاذ. مرحبا مدام، يسعد صباحكم. صباح الخير. يعطيك الله يعافيكم ويديمكم ان شاء الله. شفت هالبيت شو لقطة؟ بس انت ما كنت ترد علي، بس اخيرا رديت. استاذ سعدي. امريني مدام. جيب لي الطلبات الخارجية تبع اليوم لشوف. حاضر مدام. مع كاسة شاي. تأمري مدام. يلا استعجل بسرعة. حاجتها قيمة من عالنار. يلا. شو حاطت من اي رز؟ رز الكبسة ما؟ شو صاير؟ ليش واقفة هون؟ والله ماني عرفانة احكي ولا ما احكي. ايه هلا استاذ اكرم هون، هذا احسن وقت، روحي احكي له. روحي بقى، لا تستحي شبك. عفوا استاذ اكرم. سيد سعدي حكى مع حضرتك؟ بخصوص شو؟ صاحب البيت يلي عم قصت له حقه. قال لي لازم أعطي دفع من حق البيت، يا أما بيطلعني منه بآخر هذا الشهر. وقلت له للأستاذ سعدي والله خجلاني إذا بيتأمن شي دفع. والله مو عرفاني شو بدي إلك. هلأ قديش بدهم؟ بده هلأ أعطي 500,000 ووعدني نقص من الإجرة 1,000 بالشهر. وأنت قديش معك؟ معي ولا شي. منيح. الله ليش يشبعهم لهالعالم. انت روحي على شغلك وانا بقلها للمدام تحاول تعمل شيء. يمشي الحال. هو مو عاطيكي مهله لاخر الشهر؟ روحي قولي له رح ضل. الله يطول بعمرك، الله يخليك لاولادك. ولا يهمك، روحي كملي شغلك. بتشكرك. يلا استعجلوا يا شباب، ما بدي تاخير، استعجلوا. إذا ممكن استناني شوي دقايق ورح أرجع. يا
استاذ سعدي، المدام قالت انه تحط هدول بالحساب اذا ممكن. وديش هدول؟ 4,400,000 وهي السند. عفوا، وصلت مدام خيرات؟ ايه هي بالمكتب. بالاذن منكم. حطيهم هون. يا ريت قايلتي لي ابكى، لسه هلا اجيت من البنك. شو مين هي؟ والله ما بعرف. ما بتعرفي؟ ما بيصير اي حدا يفوت على المكتب او على المطبخ يسرح ويمرح على كيفه. بتقلي لهم تفضلوا استريحوا، اسم حضرتكم، بتخبرينا وبعدين بيفوتوا. انا شفتها اكثر من مره فايتي مع المدام، فكرت قرايبتكم. والله كاني شايفه قبل هلا. وكتير كتير رح تنبسطي مدام، لانه كل شيء رح يكون بخدمتك ولمصلحتك، ونحن هيك. طيب شو كان اسمها؟ اسفة استاذ ما سألتها. شي حلو. ما قالت مين هي وشو بدها؟ لا. لك انتو والله بتشوشوا الواحد. سعدي أمور استاذ. اتصل باسماعيل رشدي وقل له الرز تبعه لسه ما وصل لهلأ. استاذ بس أنا اتصلت مبارح وقال على الطريق. شو هالطلبية يلي بدها 7-8 ساعات لحتى توصل لهون؟ مثل ما بدك، هلأ برجع باتصل فيه. يلا دق. ايه بس أنا لازم خبر زوجي بالأول، ما هيك؟ عملي له ياها مفاجأة مدام خيرات، حاولي ما تقلي له. طيب بركي هو ما بيحب هالشي او ما بيرضى فيه. هلا انتي ليش واقفه؟ تفضلي عدي. ما يرضى؟ مستحيل هالحكي. بوعدك اذا بدك بشارتك انه رح يفرح. خليه يشوفك فجأة على التلفزيون وشوفي شو رح يصير. بس أكيد أنا ما رح أطبخ أو أحكي عن الطبخ بالتلفزيون، ما هيك؟ طبعاً رح نعرفك بصفتك إنك مديرة مطعم. لو تعرفي من بين كم وحدة اخترتك ما رح تصدقيني. قولي على القصة. صحيح أنا آسفة إني بالشحاطة، أنا بعتبر هالمكان مثل بيتي. خدي راحتك. طيب أي ساعة البرنامج؟ الساعة 8 المساء. الساعة 8 المساء؟ الساعة 8 المساء بيكون زحمة بالمطعم، أنا لازم أكون موجودة هون، ما فيني ما أكون حاضرة. هيك ما اتفقنا مدام، ما في يوقف البرنامج، إذا رفضتي ما بعرف إمتى ممكن يصحلك فرصة تانية. ماشي. أهلين بهجت. شيف رمزي ليش واقف هون؟ ممكن تقول له الأستاذ أكرم يجي لهون شوي. أنا هلأ بقول له. خفوها شوي شباب. أهلين بالشيف رمزي. أهلين أستاذ. حلوة منك تتركنا وتروح تشكيني لعمي. مو أنت اللي زعلت ودرت وشك ومشيت؟ لأنه اتضايقت شوي وقت حضرتك طلبت أنك تختبرني كيف بعمل كباب. اتضايقت كتير، أنا صار لي 40 سنة بعمل كباب. إيه أنا بعرف، بس بتقلل وبتكتر من عندك. إيدك مو موزونة وكتير بطيء كمان. طيب لهلأ قصرت عزمونات بشي؟ يا أستاذ بس نبلش الإعلام بالتلفزيون بيصير زحمة عنا، لازم تكون أسرع من هيك. حاضر أستاذ. يلا روح البيس أواعي الشغل، ووظفت لك أحمد منشان يساعدك.
أستاذ أحمد؟ هذا اللي بيشتغل بالسوق؟ إيه، راح يشتغل معك. أنا بدي أشتغل معه؟ ليش هو قدي يا أستاذ أكرم؟ هلا هو اللي راح يشتغل تحت إيدك، خلصنا بقى، فوت اشتغل، خلصني، لسه بقلي تحت إيده وتحت إيدي، خلصني، روح. شو يا سعدي، اتصلت؟ اتصلت، وقال جاي ما بتأخر. كذاب. طيب على قليل نضيفك شاي، ما بيصير هيك. شكرا مستعجلة، لازم روح على المؤسسة، بشوفك بعدين. أكيد. يلا باي. الله معك. أنا لهلأ ما فهمت هالمخلوقة شو بدها منك. ما رح إلك هلأ، خليها مفاجأة أحسن. عندي إحساس كبير إنه هالمخلوقة أنا شايفها كتير، بس وين ما عم أتذكر. بعدين أنا بقلك، يعني أنت رح تشوف. شو صار؟ لك أرى فرجيني حالك. لك إذا كنت رجال خلاص خلاص لك حالك كلها. لك أرى فرجيني حالك. لك شو سهلتون؟ اسكتوا. لك خلاص فهموني شو القصة؟ أنا ترفع بوش الساطور؟ إذا أنت زلمة اترك الساطور من إيدك لفرجك إيدك ولا؟ إذا ما بشرحك تشريح لك ما بكون زلمة. تركوني لشوف، أنا بورجي لهذا الكلب. شو عم بيصير معك شيف رمزي؟ ضربة فيوزاتك شي؟ مالك شايفتي عم يخبص معي؟ هات الساطور من إيدك لشوف. عم قلك عطيني هالساطور، عطيني إياه. طيب فهمني هلأ شوفي. يا أنا يا هو بالمطعم يا أستاذ أكرم. إيه بلا لعي، قال يا أنا يا هو بهالمطعم. شو كمان شروط؟ مو من دقيقة أنت وعدتني ما تعمل هيك؟ خلاص أنا رايح. شو مفكرين إلك مطاعم بهالبلد؟ وين ما رحت باخد ضعف اللي عم تاخده هون وفوق هيك مفضل عليه هون. لسه فوق ما متحملين شو عم يعملوا، ما بنخلص. ها شيف رمزي اسمع مني منيح، إذا رحت ما عاد إلك رجعة، حتى لو جبت أكبر واسطة ما رح رجعك لهون أبدا. يلا كلمين على شغله، يلا كلمين على شغله، يلا. وانتو تفضلوا كمان. لا توقفوا هون. وانت كمان روح على شغلك. حاضر. عجبك على هالقصة ناقصنا؟ شو بدنا نعمل؟ أنا آسف يا أستاذ، بعتذر، ما كان بإيدي، سامحني. الله يخليك. لك أنا ما عم بفهم عليك، شو عم يصير معك يا زلمة؟ ما بعرف شو صار لي فجأة. خلص بوعدك ما تتكرر، والله صار لك وعدني 100 مرة. لأنه عم يقول لي برأيك صح؟ اللي بالله عليك بيصير؟ يا رمزي الحكي لا بيقدم ولا بيأخر، حبيبي صار لازم تطنش بقى، يلا روح على شغلك. روح هلأ بيجوا الزباين، ما منعود من لحق. أيمن رضا رجع على محله. أنت اشتغل بشوي البندورة والفليفلة. أمرك أستاذ، شو ما بتقول أوامر. يلا تفضل. أستاذ أكرم شو صار مشان موضوعي؟ ولي على هالنسوة، الناس ما بتخلي الواحد يتذكر شي. تأكدي بإذن الله محلولة. عم عزبك معي أستاذ. يلا روحي على شغلك ولا تاكلي هم. شو قديش حاطت سكر؟ مثل العادة، ملح والسكر عياراتهم ثابتة. كيف تمام؟ ماشي.
سيد سعدي. نعم مدام. أعطيت الأوردر للأستاذ؟ إيه مدام، هلأ وصلت له ياهن. طيب يسلموا إيديك. مين اللي مدخن هون؟ سيد سرمد، أنا ما عندي عشر عيون، أنت لازم تنتبه دائما. شلون ما انتبهنا له؟ طلع، غطى الطاولة محروق. قولوا له نغيره. حمدي، غير غطى صفرة بسرعة. اترك من إيدك. هات لشوف. يا سلام يا سلام، والله هالشيش بتحسه عم يحكي. بس انتو ليش ما عم تحكوا مع بعض؟ ما بعرف. يعطيكم العافية. هاتي عنك. يلا يا شباب بعجلة، لأنه رح أفتح البواب هلأ. وإنت ركز لي هالطاقية وضب القميص بالبنطلون. حاضر. إيه أكرم حبيبي؟ إيه خيرات؟ طلب أستاذ نور حداد رقم 14، زيدي عليهم 6 وجبات رز بفول. وبعتي الفاتورة مع الأكل. هو بيجي بيحاسب بعدين. ماشي، خليني شوف. الطلب تبع السيد جواد صارت 11 وجبة رز بفول و7 وجبات متبل وسلطة. شكرا. فيكن فوتوا زباين. أنسة أماني. ايه مدام. قولي لموسى يفتح البواب. حاضر مدام. أنا وأكرم بلشنا سوا تقريباً من الصفر، وأكرم دائماً بيسايرني. ببداية حياتنا وقت كنت مشغولة بتربية الأولاد، كان يطلع من وش الصبح وشو ما صح له يشتغل. واجهتنا كتير أشياء بحياتنا لحتى وصلنا لهون. صار عنا مطعم من أحسن وأفضل المطاعم بالبلد. ألو؟ أهلين سارة. كم واحد انتو؟ ماشي، بس طاولة لخمس أشخاص. ها هلا مو تجيبي لي كل رفقاتك لهون؟ طيب ماشي. وين إخواتك؟ حكيتي معهم شي؟ ماشي حبيبتي، الله معك. يلا يا شباب خفوا شوي، خلصوني، ما بدي تأخير. هاتون لشوف. انتو ما بدكن تخلصوا لعب ولاد بقى؟ يلا بوسوا بعض. خلص أستاذ أكرم. عم قلكم بوسوا بعض وخلصونا بقى. شيء بوسوا لشوف.
انسى الموضوع يا أستاذ. اسمع، أنا ما رح أخذ منك هالكباب لحتى تبوسوا بعض. يلا بسرعة بقى، تعطلنا هلأ بيجوا الزباين. لك لساته واقف عم يتطلع فيني، لك روح بقى. نحن مو متزعلين مع بعض، بس ما منحكي مع بعض. هلأ شو من كان، خلصونا بوسوا شوارب بعض. لسه بتخانقوا مثل الأولاد. هي هي خلصنا. أنا آسف، أنا غلطت معك بالحكي. وأنت سامحني إذا ضايقتك شوي. يلا أنتوا كملوا الباقي، أنا رايح بدل ثيابي. قول الله. الله يخلي لي إياك. وأنت كمان. والله إنك زلمة طيب يا شيف رمزي. وأنت طيب. الله معكم، تصبحوا على خير. مرحبا. أهلين، كيفك؟ إن شاء الله ما تأخرت عليك. لا، على الوقت، بعدين ليكل محل قريب. تفضلي. يلا تفضلي اركبي. وقفوا لنشوف وين انا. سامو، ها تعال اقلك. والله خجلاني بلاها سألتك هلا. مرحبا سارة خانم، اهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير. تفضلوا، الطاولة رقم 5 لكم. شكرا، الله يعطيك العافية. ماما وين؟ والله ما شفتها، بس اذا بدك البابا بالمطبخ. طيب رايحة لعندهم. شكرا لك، عزبتك. تسلمي، ولا يهمك، تفضلوا. يلا بقى روحوا على الطاولة وقد ما فيكن حشوا. ايه يلا يلا يلا. بابا بابا. مرحبا، يعطيك العافية. أهلين بابا، الله يعافيكي. كم واحد أنتو؟ نحن 5. وين ماما؟ إذا بقلك أنه ما بعرف ما رح تصدقي. اليوم باين عليها مشغولة كتير، وقال على أولى بدها تفاجئني كمان. أيوة، معناته في عشق وغرام بالموضوع. هلأ بشو بتكون تاكلوا قليلي؟ على ذوقك. كنت تقولي لشيرين وفرحان كمان يجوا معكم، وسعيد كمان بالمكتب. لا اليوم بالذات أنا جاي مع رفقاتي وحسابي لحالي. ماشي. لكان كل شيء تمام. ها؟ تمام. شيء حلو. سعيد، ما عرفت وين راحت أمك؟ هي سارة اجت مع رفقاتها، وأنت خبر كمان شيرين وفرحان لتتعشوا مع بعض. شيف رمزي. هون استاذ. اعمل لك شي 70 أو 80 سيخ كباب للصالون. حاضر استاذ. وانتي روحي لعند رفقاتي، انا بدي ساعدهم بالكباب، بعدين بجي لعندكم. حاضر. ايش هالذوق هاد؟ تفضلوا.
ولي عليكن ما خليتوا شي؟ ولك إذا الأكل مو إلكن بطنكن مو إلكن يعني؟ عفوا أستاذ، إذا ممكن عم دور على الأستاذ أكرم، وين ممكن لاقي؟ لو ما كانت شغلة مهمة ما كنت سألتك. ممنونك. شايفة حضرتك الزبونات تبعنا كلهم هيك ناس طيبين وأكابر ومستواهم عالي كتير، يعني ناس فوائني بكل معنى الكلمة، مثل ما عملك. بعرف بعرف. والله من هاي الناحية بدكن تعذروني، لأنه أبي هو اللي بده يطعميني على ذوقه. مرحبا دكتور. أهلين سيد جواد، أنا ماني دكتور ولا مهندس. صدقني بتطلع مين دكتور بالطبخ. هذا تواضع منك. المدام خيرات عزمت الحجة لعنكن على المطعم وأنا وصلت لهم. سمعت عن مطعمكن، لقمته كتير طيبة. عزبت حالك، أهلا وسهلا فيكي مدام، تفضلوا. في هنيك طاولة فاضية، تفضلوا. يلا يا أبني بسرعة غير طقم الطاولة وحط طقم جديد. شكراً كتير يا أستاذ، الله يديمك. شو وين المدام؟ أهلا وسهلا، وصلت مشوار هلأ بتجي. دير لي بالك عليهن، خدمون منيح. أمانة شو ما بتحبوا تقولوا لا تسألوا. الله يديمك، شكراً. أهلا وسهلا فيكم، شكراً كتير. حبيبي. أهلين أمي. كيفك أمي؟ ليش عم تحكي بصوت واطي؟ شو كنتي نايمة؟ لا أنا هلأ بالتلفزيون. بالتلفزيون؟ وليش بالتلفزيون؟ مشان المطعم يعني؟ هلأ في برنامج مباشر على التلفزيون وبدهم يعملوا معي لقاء. عن جد؟ وإمتى رح تنعرض؟ هلأ رح تنعرض مباشرة. إمتى؟ قولي بأي محطة مشان شوفها. ما بعرف، بس اللي بعرفه إنه برنامج على الهواء. إذا ممكن وبدي... حضري حالك مدام. ماما. عفواً، هذا البرنامج على أي قناة بدهم ينعرض؟ ماما. ألو ماما، رح ينعرض على الفضائية الأولى، وأنا هلأ لازم أروح وحضر حالي. ماشي حبيبي، بتصل فيك بعدين. أنا آسفة مدام. الله معك، الله يستر.